صدمت كلية الطب والصيدلة بفاس في الفترة الممتدة من 23 إلى 24 من مارس الجاري ورشات تكوينية في مجال الإسعافات الأولية لفائدة سائقي الحافلات حافلات النقل الحضري بفاس وطلبة الكلية والساكنة المدرجة ضمن مجال التدبير المفوض. وتأتي فعاليات هذا البرنامج التكويني في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية الطب والصيدلة بفاس وشركة سيتي باس فاس بتنظيم من جمعية نوادي وجمعيات كلية الطب والصيدلة بفاس تحت إشراف نادي التواصل الصحي لذات الكلية. وبحسب بلاغ مشترك صادر عن شركة التدبير المفوض لقطاع النقل بفاس وكلية الطب والصيدلة بفاس، فإن البرنامج التكويني يتضمن إنجاز أنشطة مختلفة ومتنوعة في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الطلبة المنتمين للكلية ومستخدمي الشركة وأيضا ساكنة محيط التدبير المفوض للنقل الحضري، رغبة من الجهات المنظمة في الرفع من مستوى الوعي الصحي لدى الفئات المستهدفة بغية جعلهم قادرين على مواجهة كل طارئ والحالات التي قد تقع أثناء ممارسة العمل والتي تستدعي تدخلات استعجالية. وكشف البلاغ أن فعاليات هذا البرنامج تعتبر بمثابة أول مبادرة من هذا النوع ومن هذا الحجم على الصعيد الجهوي والوطني، يتم من خلالها استهداف مستخدمي حافلات النقل الحضري، مرضفا إلى أنه يرمي إلى تعزيز معايير الثقة والسلامة على متن الحافلات من خلال تواجد سائق مسعف على متن الحافلة، كما تجسد الواجب الذي تمليه المواطنة الحق على الطرفين ككلية مواطنة وكذا شركة مواطنة.